مكملين حلقتنا معكم ليوم الثلاثاء، وهلا صار وقت نصيحة سوشيال ميديا. اليوم رح يكون في معي شوية أخبار منوعة من عالم التواصل الاجتماعي، والبداية مع تطبيق سناب شات. سناب شات متهم إنه هو تطبيق عنصري بشرق آسيا، وهي مش أول مرة بيتهم هذا التطبيق بهاي الصفة بحسب الفلاتر يلي بنزلها. ليه؟ لأنه في فلتر اسمه يلو فيس، هذا هو بيعمل الملامح تبعت الوجه كأنه شرق آسيوي. فسكان المناطق اللي هي بشرق آسيا، الصين، اليابان، منغوليا، كل الأمور اللي هناك انزعجوا وزعلوا. وقبلها كان كمان عامل هو الفلتر، يمكن أنت ولا آية بتحبوا هذا اللي ببيض دائما. أنا بحب الفلتر هذا. لا، بس الفلتر اللي ببيض برضه هاجموا سناب شات، اللي هو الناس اللي عندهم بشرة سمراء، انه يعني ايش قصدك ان انت بتبيضنا انه احنا مش عاجبيننا حالنا؟ يعني لا، احنا مبسوطين على حالنا سود. فمش عارف يرضي مين ولا مين. وعلى فكرة هذا الفلتر اخر اشي خلص شاله سناب شات، لانه كتير استاءوا منه شرق آسيا. حلو، بس مالك صفناني انت، ايش بتتذكري؟ عم بتفكر اذا حطت الفلتر ولا لا. عم بتطلع انه حطيت الفلتر ولا لا، وانا حتى ما شفته هذا الفلتر تاعي. لا، هذا ما نزل عنا بالميدل ايست، بنزل بال احنا عنا بس الورد والقصص. لا خلاص، ان شاء الله بدك تشهد ملكه السناب شات. طق الورد بس تحط بس طق الورد شهر. بعد كل ما اجي اتصور ما حبلاقي ورد الربن. طيب خلينا نروح للخبر الثاني. الخبر الثاني صوره تشغل المواقع، صوره لتامر حسني وهو صغير، شغلت المواقع بشكل كثير كبير. عم بنشوف الصوره طبعا يعني شكل مختلف تماما. هلا انا اللي لفتني صراحه رد تامر حسني على الصوره. هذا الرد اللي هو نزل على الصفحة الرسمية على الفيسبوك، صفحة الفنان تامر حسني، حكى بكل بساطة إنه كل هاي كمية السخرية اللي أخذتها هاي الصورة، أنا بالنسبة لي أبداً 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 ما همتني، بالعكس هذا الإشي بخليني أفخر بحالي إنه أنا أتغير شكلي من هذا الشكل لهلا. وأنا بالعكس لما كنت عم بتصور هاي الصورة كنت بحلم إنه يجي اليوم اللي أتصورها بشكل جدي. والله هو الصورة. لو بعرف إنه هيك بده يصير بصورته بحياته ما نشرها. لا بتعرفي والله إنه في وجهة نظر يعني. هلا أنا حبيت الرد، قرأت الرد وهيك، بس هذا الإشي ما بخفف من بشعة الصورة. يعني الزلمة اشتغل على حاله خلص. انت رحميه ولا الله يسامحك. حاكي بالرد انه هو عم يقلد مشاهير. يا سيدي كل التحيه يعني. قدرنا مجهودك تامر صراحه، وبرافو عليك انك غيرت الشكل بهذا الطريقه الكبيره. اما يا سيدنا العزيز، خبرنا الثالث ركزوا معي. من يومين كان عيد ميلاد السيده فيروز، عيد ميلادها 81. فطبعا كان في كثير معايدات لها على مواقع التواصل الاجتماعي، بس في كانت معايده شوي مستفزه واستفزت العالم العربي. هي على تويتر، هلا عم نعرضها، هو المتحدث الرسمي باسم نتنياهو عيد على السيده فيروز اسمه جندرمان، اذا حكيته صح، لانه الاسامي صعبه عم بتكون عندهم هدول. فعيدها على تويتر بهاي الطريقه، وهو كان في هاشتاج من قلبي سلام لفيروز، هذا اللي هو تبع عيد ميلادها 81. فناس كثير استاءوا من هاي التغريده صراحه. حتى فيروز ملحقين عليها، تخيلي حاشرين حالهم حتى فيروز يا عمي. بس بعيدا عن جد بدنا نعايد على طبعا السيده فيروز. كل عام وانت بالف الف خير. 100% سيدتنا فيروز، هيك صوتك الملائكي الصباحي. خبرنا الرابع لليوم، طفل بنولد بشعر شاب، انولد جاهز اموره تمام، عنده شعر شاب. هذا طفل انجليزي ما شاء الله، هيك شكله. ما تتخيلوا انك انولدت شعرك زي هيك. انا هلا شعري مش زي. لا بس هو المضحك في الموضوع انه شوفوا هلا بلشت الناس تحط له على الفوتوشوب تعمل له اشياء، انتشر بشكل كثير كبير بانجلترا وببريطانيا وبلندن. ما شاء الله قد ايه غريب انه ينولد بهيك شعر كثيف. فيعني الصراحه كان مضحك، وكثير نعمل عليه أشياء على الفوتوشوب، فحبيت أشارككم بهاي الصور. أما الخبر الخامس لليوم فهو عن جوجل. جوجل بيحتفل بأول مصورة فلسطينية، كريمة عبود، هاي اللي هي هلأ عم تظهر صورتها. هاي الأخبار اللي بتفرح القلب. كريمة عبود مولودة بسنة 1896 في مدينة الناصرة. هاي بالضبط هيك احتفل جوجل مع صورة السيدة كريمة عبود، غير الشعار تبعه لشكل اللي هي شكل بيشبه السيدة كريمة. طبعا هي بحب أحكي إنه السيدة كريمة عبود كان عندها أول استوديو مختص بتصوير النساء في بيت لحم، فهي يعني إحنا عم نحكي عن إرث كتير كبير من التاريخ وتوثيق التاريخ الفلسطيني من خلال الصور يلي صورتهم كريمة عبود. ما شاء الله. هاي هي كانت الأخبار السريعة المنوعة معي لليوم. شو أخباركم أنتوا؟ ليه أنتوا اليوم هديانين هيك وصفنانين؟ إيش في؟ ما هو أنت يعني ما أنت بتحكي، يعني لما أنت تحكي إحنا بنحب نسمع. من إمتى الحوار؟ طيب إحنا رح نتناقش بهذا الحكي. خلنا نطلع فاصل سريع ونكمل حلقتنا لليوم، خليكم معنا.